أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين قيادة جديدة لمحور عتق واللواء 30 مشاة، وقضى القرار بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مشاة ويرقى إلى رتبة عميد. وكان الرئيس هادي قد أصدر حزمة قرارات وتعيينات خلال اليومين الماضيين شملت العديد من الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.